عايزة اطمن الناس ان الامتحان كله ما خرجش من مذكرة حضرتك وحسن الختام، مفيش حاجة جاتلي من اللي بينه مع اني كنت خايفة منها جدا، ما جاش منها حاجة الحمد لله. السلام عليكم، ازيك يا مس دعاء؟ انا حابة اشكرك جدا، الامتحان النهاردة كان جميل وكله من مذاكرتك وحسن الختام. والله كل لما كنت بشوف سؤال من مذاكرتك والله كنت بدعي لك، ربنا يجعله يا رب من نصيبك. هبعتلك الاسئلة دلوقتي. اول سؤال جالي اللي هو مريض زاد 10 كيلو وهنعمل ايه واحنا بنقيس له الضغط، انكريز السايز الكف. اول سؤال جالي اللي هو مريض زاد 10 كيلو وهنعمل ايه واحنا بنقيس له الضغط، انكريز السايز الكف. مريض عامل عملية في بطنه، المفروض وانا بعمل له الكر اخلي بالي من ايه؟ اللي هو الجرح يبقى كلين اند دراي. مريض وقع مني في الباث روم وماسك صدره وبيجذب، المفروض ان انا هعمل ايه؟ كانت انسب اجابة ان انا لاي داون اند اكتيف اي ام اس. اللي بيتكتب على العينة اللي هتنزل المعمل الديت والتايم. مريض عنده باول موفمنت بقاله 3 ايام، هعمل ايه؟ تيل ذا نيرس. الطريقة اللي بنقتل بيها الميكروبات اللي هي الاسترالايزيشن، تعقيم. كان كاتب لي معنى السبسيز وكاتب لي فنجاي وانفكشن وميكرو اورجانيزم، اخترت الميكرو اورجانيزم. مريض بياخد انكزايتي ميديكيشن مضادات للقلق وهيعمل عملية في العظم، ريماين ويز ذا بيشنت. مريض ان بي او عايز يشرب، تيل ذا نيرس. مريض نزل يعمل اشاعه والمساعد الصحي نسي الريكوست، هنستي ويز ذا بيشنت اند كل ذا نيرس. مريض عنده هارت ديسيز والكوليسترول بتاعه عالي ومكتوب كده الهيز اناليسيز 4.5 والنورمال 4.1، هنعمل ايه؟ ما كانش جايب فروت اند فيجيتابلز، كان جايب الفروت لوحدها ومعاها الميت، وكان جايب البنز ومعاها الفيجيتابلز، اخترت الفيجيتابلز والبنز. هناخد من مريض يورين سبيسمنت، المفروض هنختار ايه؟ سترايل كاب وسترايل جلافز. مريض وانا باكله شوكينج ووزن ساوند، هنعمل ايه؟ كول فور هيلب اند جيفن ابدومينال ثرست. المريض اللي نزل يعمل اشاعه ولقاها مقفوله، هنقول له ايه؟ دونت وري، ان ده بيحصل يعني عادي. وجالي برضو المريض لما النتائج بتاعته اتاخرت، هنقول له برضو دونت وري، وان ده بيحصل عادي. وجالي سؤال المريض اللي بقاله فترة على السرير وعايزين ننقله من السرير للكرسي او نقومه، هنعمل وضع الدانجلينج اللي هو بيشنت سيت ان ذا ايدج اوف ذا بيد فور 2 مينت. الطريقة اللي بنحرك بيها المريض لو عنده مشكلة في السكن اللي هي بالليفت شيت. المريض عامل كبيرة ولسه طرية، وهنمسكها ازاي؟ بالبالم، وكان جايب لي برضو ان احنا نحطها على سطح صلب، بس طالما قال لي ان هو عايز هولدنج نمسكها فاخترت ان انا همسكها بالبالم. وضع المساعد الصحي هو بيأكل المريض، كان كاتب لي سيتنج فيس ذا بيشنت، وكان كاتب لي ستاندنج فيس ذا بيشنت، فخدوا بالكم من النقطة دي. انا اخترت سيتنج في ذا بيشنت في السيم ليفل. كان جايب لي الاشيريشيا اوكولاي، دي بسبب ايه؟ الفوت بورن كونتامينيشن. دخلت الغرفه على المريض ولقيته واقع على الفيس على وشه، وهعمل ايه؟ ان انا الفيرست اكشن ان انا هشوف الاستجابه بتاعته الريسبونس. بعد ما بنستخدم الادوات بتاعتنا بنعمل فيها ايه؟ ديس انفكتد. الام اللي بتغير لطفلين هنقول لها يس بريفنت الترانسميشن اوف البكتيريا تو بيبي، ان احنا نغسل ايدينا. جالي طبعا سؤال الطفل اللي قرصته النحله، طبعا انافلكتيك شوك. هنعمل كير للماوس اوف البيشنت كانسر، هيبقى سوفت برش. مريض عامل عمليه والمساعد الصحي عايز ياخد سبيوتم وحرارته 39، كان جاي كده بالنص وش الماوس كلين ووتر عند التيك سيمبل. كان جايب لي الهيب ريبليسمنت، الرينج اوف موشن بتاعها ايه؟ اكتيف اسيستنت. كان جاي لي مريض جاي الطوارئ وعنده قطع في الرايت هاند، والمساعد الصحي عايز يسحب له عينه هيسحبها له من الليفت هاند.
بنت المريضة بتسأل ان انا كل مرة بعمل لها البروسيدجر، فايه اللي انا هعمله؟ اكسب لين البروسيدجر لبنتها. الكم بنمسكها فين؟ في الدومينيتد هاند، وانا باخد عينة يورين من سيدة عندها 32 سنة، هكتب عليها ايه؟ المنسترويتد. سيدة قاعدة في الصف الاول وما عندهاش اي مشاكل منتال ولا فيسيولوجيكال. ايه العائق؟ لانجويج بارير. مريض عنده هيرنج امبيرمنت، الكوميونيكيشن بتاعته هتبقى ايه؟ فيسنج ذا بيشنت. مريض عايز يرجع بالمشاية بيستخدم الولكر وعايز يرجع بيها. السؤال ده كان محيرني شوية، في إجابة بتقول هيخلي رجله الاتنين جوه المشاية ولا هيرجع برجله ويسيب المشاية عاملة سبورت، فأنا مش عارفة، أنا اخترت إن هو رجله الاتنين هتبقى جوه المشاية وهيرجع بيها. المساعد الصحي وهي شغالة وقعت على الجوان بتاعها بلاش، المفروض تعمل ايه؟ كومبليت ذا بروسيدجر. قبل سؤال السبلاي ان احنا هنجيبها امتى، كان فيه الافريج، افريج اللي هي المتوسط، كان جايب لي المسلمة اللي فاستنج صايمة في رمضان، وكان فيه اجابتين شبه بعض. الاولى كانت ان انا هقول لها ان انا حاسس بيها وفاهم شعورها واشجعها ان هي تتكلم معايا، وكان فيه اجابة برضو مشابهة ليها ان انا هشجعها برضو وانا فاهم شعورها، بس هقول لها تسأل يعني زي حد متخصص. خدوا بالكم من حاجة زي كده. ابنا عينة الميدستريم هننزلها امتى؟ at the same time. الكير اوف الاسترايل يورين سبيسمنت 3 سواب فروم فرونت تو باك. سؤال ان المريض زعلان اللي هو انويد، السؤال ده في مذاكرة حضرتك 65، سؤال 65 اللي هو هيبقى منتين الاي كونتاكت. لما بنغير على الووند بانداج دراي هنلبس ايه؟ الجلافز بس. مريض ديسفاجيا الدايت ريكومندد بتاعه ايه؟ ما كانش مكتوب لي سوفت، كان مكتوب يوجرت، اخترتها. مريض بسحب له عينة دم وداخ مني هعمل له ايه؟ لايداون. مريض بعمل له سكشن وشرق مني، المفروض ان انا بعمل ايه؟ ستوب السكشن. جايب لي سؤال اللي انا بقلع الجاون امتى؟ بفور الليفنج ذا روم اند الهاند ووشنج. الهايبر فنتيليشن لك في الكربون دوكسيد. كان جايب لي برضو سؤال المريض حاطط باتش على عينه، فالمفروض ان انا هاكله بنظام الساعة، كان مكتوب كلوك. وكان جايب لي معنى البينيفيتس اللي هو الإحسان، نفس اللي كان موجود تيبيكال يعني، اللي هو التعامل الكويس مع الآخرين. كان جايب لي المساعد الصحي اللي لقيت فلوس على الملاية وخدتها وحطيتها في جيبها كده، دي انتهكت ايه؟ الانتجريتي. واخت المريضة بتسأل على حال حالة اختها الصحية، فالمفروض ان انا هعمل ايه؟ كان موجود لان انا مش هخبرها وهقول لها تسأل النيرس. وجالي المريض اللي كان عنده بين والهيلث اسيستنت راحت تشوفه لقيته بيتفرج على التلفزيون، فعملتها تيلزينيرس. المساعد الصحي اخد عينة من المريض ولقى المعمل لسه بيتصلح، فهيعمل ايه؟ هيشيلها في الريفريجيتور. المريض اللي عنده يورين دارك امبر ده الدهيدريشن. المريض اللي هو عنده زهايمر وبينسى الغرفة بتاعته هنحط له فاميليار اوبجكت على الدور. وجالي السؤال اللي هو مريض دخل 1150 و750 و100 هنجمعهم يطلعوا 2 لتر. بيحب الورد وجنبه مريض عنده حساسية منه تلدا نيرس. جالي السؤال بتاع المريض اللي هو كونسيوم 5000 وخرج 4، ده بقى ايه؟ انتيك المور زين الاوت بوت. وجالي السؤال اللي هو المريض ده اوت بوت 900 وانتيك 600، كده الديفيشنسي اللي حصل في 300. المساعد الصحي اللي هو سنيز في التري هنعمل ايه؟ جيت نيو تري. وجالي مدة الكولد ابليكيشن من 15 لـ20. انيميا اللي هي بي 12 برنشس انيميا. بوزيشن اوف ذا كاست هيبقى اباف ذا هارت ليفل. مريض مش مرتاح في وضع اللايزوتومي، ما كانش موجود الدورسة اللي اخترنا السيمز. اللي هو الطفل اللي خارج من المستشفى وعمل سيريبرال بلاسي هنصحه بايه؟ ان هو ما كانش جايب لي بقى سايد لاينج بوزيشن، كان جايب لي اللي هو لاترال اند فليكشن الني توورد الشيست. جايب لي برضو المريض اللي بنسحب منه عينه سي اس اف، برضو ما كانش جايب لي سايد لاينج، برضو كان كاتب لي لاترال اند فليكشن ني توورد الشيست.
وجالي مساعد صحي كان بيعتني بمريض وهو ضاي، فاهله عايزين يكافئوه، فقام من السيتويشن دول ان هو كده يبقى انتهك الانتجريتي اللي هو الجيفت كارد. وجالي واحنا بنعمل كير للفوت المريض، هنعمل ايه؟ هنعمل اوبزيرف سيك ان ذا سكين اريا. المريض عامل ترياكتومي، هنعمل ايه؟ هنلبس ايه واحنا بنعمله الكير؟ كان جايب لي الجاون والجلافز. المريض مركب قسطرة ومراته رفعها لفوق كده، ان انا هنصحها بايه؟ ان هي كيب اليورين درينيج بيلوزا بلادر. مريضة عندها 15 سنة ومش قادرة تروح الحمام، هعمل ايه؟ هجيب لها البيت سايد كومود واقول لها لو عوزتي اي حاجة موجودة معاها. السؤال بتاع المريضة المكسوفة ان هي تاخد المجلات، هقول لها دونت شاي وان انت تطلب المساعدة في اي وقت وما تكسفيش. مساعد صحة هيغير على جرح وفي سبلاش وفلويد، ده هنلبس اكتر بيبي ايه عندنا. مريض عنده بارابليجيا وعايز ياخد حمام، هنعمل ايه؟ هنقوله ان انت هنعمل لك الكير من غير اي مساعدة منك. مريض مركب قسطرة ودخلنا لقيناها اتشالت، هنعمل تلجا نيرس. خصائص البروفيشنال نيرس اللي هي دو ذا بيست ايفن اون وان سي هير، هتعمل احسن ما عندها من غير ما حد يشوفها. صحي من النوم كونفيوزد وهو مش على طول بيصحى كده، هنعمل تلجا نيرس. عارف الارثرايتس كان موجود انفلاميشن في الجوينت. جالي السؤال اللي هو ورك ساوند ووف تول هارت موفينج اللي هو الايكو كارديوجرافي. لي سهم اسفل الظهر اللي هو 5 في 5، ده هنحط المريض في وضع ايه على ما المريضة تيجي اللي هو البرون. جالي ليج اكسرسايز اللي هي من الانكل للني 10 مرات. جالي مريض السكر هيلبس الحزام في وضع ايه اللي هو السوباين بوزيشن. جاب لي الهيلث اسيستنت اللي جاب نسيت الملايه، المفروض ان هي هتعمل ايه؟ هتقلع جوه الغرفه وتروح تجيبها، ولا تنادي حد يروح يجيبها، ولا تروح باللبس؟ فانا اخترت ان هي يعني هتغير هدومها جوه الغرفه وهتقلع الجوان وتخرج تجيب ملايه تانية وتدخل تلبس. جاب لي ديكريس في اليورين وانا اخترت الاوليج يوريا. هنقل المريض من الاسترتشر للسرير، في هخلي الوضع ايه سيم ليفل. زائر جاي يزور المريض، هنعمل ايه؟ هنتاكد من الغرفه ان هي تكون كلين. وجالي في الغرف اللي هي الغرفه اللي هي المريض اللي عنده ستروك وعنده كافنج انكونتيننس واخترتها. جالي غرفة تاني ان المريض اللي هو مالتيبر سكلاروزيس وانا هعمل له التمارين دي برضو اخترتها. وكان جايب لي غرفة تالتة اللي هو المريض اللي عنده ديبريشن وعايز موس حلاقة، وفي مريض تاني عايز الشاي السخن، فانا اخترت بصراحة اللي هو عايز موس حلاقة، فمعرفش صح ولا غلط. وتعريف الفليكشن وصورة عليه برضو، وصورة عن الفليكشن والاكستنشن الرايت والليفت، صورة عن البرن من الدرجة الأولى. وكان جايب لي صورة اللي هو مشاور لي كده سهم على اللي هي الكوكس من تحت، اللي هي ده بسبب ايه؟ البريشر. جايب لي الصورة اللي هي open internal wound، بس كان كلام كده غريب كانت ملخبطاني، بس هي فيها open و internal. وكلمة تانية wound. كان جايب لي تعريف الهيموريج اللي هو البليدنج. المريض عنده مشكلة في عينه والمريض والدكتور هيفحصه اللي هو الاوفثالموسكوبي. وكان جايب لي السؤال اللي هو بي اي دي وكاتب لي جنبه توايس اداي معناها ايه، فكان مكتوب تو كده مش فاكرة كان كلمة تاني اخترتها. وكان كاتب لي اللي هو السكرابنج في السكن ده اللي هو الابريشن. وكان جايب لي سؤال ان الممرضة محضرة الجلافز والاسترايل والبنداج استرايل، فالمفروض ان هي تعمل ايه؟ ان هي تحرك يعني لو حركتهم من مكانهم دونت تاتش. في سؤال كده غريب، الدكتور طلب من المساعد الصحي ان هو يجيب عيان هيعمل منظار، فهو المفروض المساعد الصحي هيروح يقول له ايه؟ هيروح يقول له بس انا اخترت ان هي ان انت هل انت صايم 6 ساعات يعني؟ وكان في اجابة تاني ان انت هترجع بيتك بعد المنظار، فانا اخترت شفت دي المناسبة اخترتها. قبل ما ناخد الفيتال ساينس بنعمل ايه؟ هاند واشنج.
الهيلث اسيستنت دخلت غرفة المريض بعد العملية ولقيت فيه بلد على الأرض، هتعمل ايه؟ وريك جلافز اند كلين ذا بلد. صوت الكروتوكوف ده ايه؟ البلد بريشر. السيرستي اللي هي الدبسيا، وكان جايب لي ست حامل في 6 أسابيع، دي المفروض ايه؟ فول بلادر. جايب لي الساوند ويفز اللي هو الالترا ساوند. جايب لي في قط في الفور ارم، المفروض نعمل ايه؟ ما كانش محدد حاجه، اخترت دايركت بريشر على الوند. قبل ما نتعامل مع مريض عنده اي انفكشن هنعمل ايه؟ كلين هاند. جايب لي بوست اوبريتيف، معناها ايه؟ اللي هي افتر ذا اوبريشن. كان جايب لي المريض اللي رمى المعلقه على الارض، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هنتكلم معاه بهدوء. مريض جاب يورين الساعة 8:50 والساعة 10:100، اللي هنا هنختارها 50. مساعد صحي جالي تليفون، هيعمل ايه؟ ما كانش جايبها مباشرة، اللي احنا هنكمل اجراء وبعدين نبقى نرد، بس يعني كده خدتها بالشبه. كان جايلي سؤال ايه اللي هو ديكريز الابيتايت لكبار السن، فمش فاكرة بصراحة الاجابات كانت ايه او انا اختارت ايه، مش فاكرة. كان جايب لي من حقوق المريض ان انا استخدم التليفون، وكان جايب لي المريض اللي رافض تشخيص الدكتور اللي هو دانيال، وكان في سؤال اللي هو المانيوال ريكوردنج سيستم اللي هو الكالر كودينج. جالي السؤال اللي هو بسحب عينة بول والمريض مركب قسطرة، اسحبها منين؟ لقيت البورت دي اخترتها. مريض عامل عملية في بطنه وعنده بين، المفروض احطه في وضع ايه عشان الدكتور يجي يفحصه؟ وجي السؤال اللي هو required to monitor incoming call doctor office اللي هو to manage the doctor time. جايب لي اللي هو المريض ضغطه 186/94 وكل حاجة كانت مظبوطة، فده اللي هو الهاي بلاد بريشر.